دوار الأشواط مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه المكرمة، مكرمة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. هذه المكرمة التي أيضا تأتي تشجيعا لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد والتمسك بهذه الرياضة. هذه المكرمة اللي عمت جميع ميادين الدولة. مع أسبوعنا الرابع ننطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع الشوط السادس، وهو شوط خاص بالحجائج الإعدام. المسافة المعتادة والمقررة هي 3 كيلومترات. نتابع مختار مشاهدينا ومتابعينا الكرام من انطلق بالصدارة لصطاب سعيد بن سالم ليليبي، من يتابع انطلاقة مختار من اندفع بناموس هذا الشوط يلي في المركز الثاني. أرى التحديات من نجد خالد بن حميد بن حارب المهيري متابعا لانطلاقة نجد مع المركز الثاني، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث شاهين من الجانب الآخر، مطر بن عيد بن يمعب الكوس من يتابع انطلاقة شاهين، ومع المركز الرابع مرزام العلي بن خليفة بن رشيد السويدي الدور دور المركز الخامس. مشاهدينا متابعين الكرام والتحديات للسراب خليل بن سيف بن احمد الثريدة من يتابع انطلاق السراب اللي انطلق بدوره مع المركز الخامس. هذه النتيجة والجولة الأولى مع الخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن نعود مع الصدارة نتابع البداية نتابع المقدمة. ما اختار من اختار ناموس هذا الشوط واختار المركز الأول، سار واندفع بناموس هذا الشوط لسلطان بن سعيد بن سالم الينيبي على المقدمة والصدارة. المركز الثاني أرى التحديات بالمرزام لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث أرى هني غازي لمبارك بن علي اليربوعي المري ينطلق أيضا مع التحديات الجميلة، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التحديات للسراب خليل بن سيف الخريدة متابعا لانطلاقة سراب مع المركز الرابع. وعلى المركز الخامس التحدي الأثارة من مشاغب لسعيد الخريبة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مستمرة والانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل. نعود مع الصدارة، مختار على الصدارة، مختار على المقدمة، يفرض سيطرته أيضا على مقدمة هذا الشوط، يضيف أيضا هذا الانتصار وهذا الفوز في سجله الحافل، حيث أنه فايز مع أسبوعنا الثاني في هذه المكرمة. مشاهدينا متابعينا الكرام وعينا عين على النقطة الثانية، عين على النقطة الثانية مع هذا التحدي المثير مختار لسلطان بن سعيد بن سالم الينيبي. نتابع المركز الثاني وأرهني مرزام، أرى مرزام بدأ يتسلل مع المركز الثاني لعلي بن خليفة بن رشيد الدور دور المركز الثالث. من الجانب الآخر أرى مشاغب بدي شاغب يا جماعة، بدي شاغب وعينه عينه على الصدارة. مشاغب لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات غازي لمبارك بن علي اليربوعي المري. رابع التحديات التسلل لسراب الخليل بن سيف بن احمد بن خليده، بينما انطلقنا مع المركز الخامس بارى التحديات من مرزام لعلي بن خليفه بن رشيد السويدي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، الكوكب الثنائية على مقدمه هذا الشوط، التحديات رائعه أرى التسلل المشاغب اللي بدأ يشاغب في هذه اللحظات وينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة. مشاغب على مقدمة هذا الشوط لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، بيضيف النقطة الخامسة في هذا الصباح لهذا الشعار مع هذا التحدي مع هذه الإثارة. مشاغب على مقدمة هذا الشوط لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثاني مختار لسلطان بن سعيد بن سالم الينيبي، ولكن مشاغب
تتقفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا لسعيد بخليفة بن رشيد السويدي، وسلام يا جبيرة سلام مع الأداء المتميز. هذه لحظات الوصول إلى تقنايا المركز الثاني، نحمد مسار بالقوبة، المركز الثالث سلطان بن سعيد مسار النيبي، المركز الرابع التحديات رغازي لمبارك بن علي اليربوعي. هذه النتيجة، نعود بالثانية لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز الشاغب بالمركز الأول. يقطع المسافة بفترة زمنية مقدارها 4 دقائق 55 ثانية.